بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل لكم طبق باميه باللحمه الضاني، الطريقه المصريه طبعا، بس طبعا انا موجوده في الصين فعشان كده هعمله لكم من هناك يعني، وان شاء الله يا رب يعجبكم ويبقى جميل ان شاء الله. عندنا مكونات بسيطه خالص، عندنا بصلايه متقطعه، وعندنا طماطم معموله مضروبه ضربها في الخلاط، وعندنا باميه. البامية دي انا جبتها وقطعتها، بعد ما قطعتها حطيتها في مية واديتها يعني سلقتها ما يكملش 5 دقايق بس، علشان خاطر لو فيها اي مرارة ولا حاجة بتروح. وعندي لحمة ضاني متقطعة، وعندي البهارات ورق لوري، وعندي كمون وفلفل اسود وبهارات لحمة وملح، وعندي هنا صينية فيها معلقة زبدة على معلقتين زيت. أول حاجة هحط اللحمة، حط اللحمة أديها بس أشوح اللحمة الأول في الزبدة مع الزيت. حطوا معاهم ورقتين اللوري، شوحة اللحمة دي بتخلي لها طعم. بعد ما اللحمة خدت اللون ده هجيب اللحمة على جنب كده وأنزل البصل، أحط البصل، أحط البصلة تاخد لون، اللحمة أول ما البصلة تاخد لون كده هاجي نازلة عليها بالطماطم. كده خلاص اهوت البصلة خد لون مع اللحمة، هنزل بقى بالطماطم. هسيبها بقى تاخد تسبيكة، اهم حاجة تاخد التسبيكة بتاعتها، هسيبها تاخد التسبيكة بتاعتها كويس خالص. بعد ما تبدأ تسبك كده هنزل لها معلقة الصلصة، ودلوقتي بقى اهي هنزل بقى بالبهارات. حطيت البهارات، كمون والفلفل الأسود ومعلقة ملح صغيرة في الأول، وايه كمان، وبهارات اللحم. هسيبها بقى تاخد تسبيكة بتاعتها وبعدين نكمل. خلاص اهي هي كده، خلاص التسبيكه بقت جاهزه، خلاص هنزل عليها بايه، هنزل عليها بالبن. اقلبها كويس، هي اهم حاجه تبقى صلصتها كتير عشان هي بتحب الصلصه، وهحط عليها الميه، ميه سخنه اهي يدوب تغطيها بس، ولما تحتاج تاني بحط لها. وبعد ما تطيب يعني ان شاء الله هتاخد لها يعني حوالي ساعه الا ربع او ساعه، هعمل لها طشه، اهم حاجه طشه الباميه. هحط معلقه ثوم صغيره على معلقه كزبره ناشفه، واشوحهم على النار كده، وبعدين انزل بيهم على الباميه، هيبقى طعمها جميل ان شاء الله، بس بعد ما تطيب. خلاص الباميه بقت جاهزه للتقديم اهي، وطابت وبقت طعمها جميل خالص، وكمان العيش اللي احنا كنا عاملينه معاها عيش القمح السخن وسلطة، ويا رب تعجبكم يا رب، وبألف هنا وشفا.